بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات جريد 5. بنستكمل مع بعض درسنا اليورينري سيستم أو الجهاز البولي. آخر حاجة اتكلمنا عنها زي ما انتم شايفين أو تتذكروا كانت آخر حاجة على الإكسكراتوري ماتيريالز وإيه بالظبط الأماكن اللي بتخرجها. يعني أنا عندي كربون دايكسايد دي آر إكزالد فروم ذا تو لانجز النيتروجين او النيتروجينوس اللي هي البريكنج بروتينز ويس اتفقنا ان هي ريموفد باي ذا تو كيدنيز. اوكي اكسس سولتس اند وودر دي ثرو يورينري سيستم اند سكيم باي سويت جلاندز عن طريق الغدد العرقيه. في سؤال كده انتوا كلكم تعرضتوا ليه اللي هي بيقول لي what will happen if the sweet glands are damaged. اللي ممكن يحصل لو السويت جلاندز حصل لها مشكله دامج؟ طبعا the body will not get rid of the excess salt and excess water. في الوقت ده الجسم مش هيقدر يتخلص من الميه الزياده والملح الزياده and this will harm the body. اوكي في حاجه تانية سؤال تاني كان جميل جدا كان بيقول لي GR sweet اللي هو العرق sweet sweat اللي هي الكلمه ديت sweet has a salty taste ليها او ليه طعم مالح. ليه؟ because it consists of excess salts and excess water in the body. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اليورينري سيستم والديفينيشن بتاعه. ناخد بالنا كده. The urinary system. The system Oh, it is the system that clarifies blood from the nitrogenous waste, excess salts, and excess water. التعريف ده ولاد تعريف مجمع وتعريف بسيط جدا. بيقول لي it is a system that clarifies. What's the meaning of clarifies? Clarifies معناها filter. هو اللي بيعمل الجهاز اللي بينقي. بينقي مين؟ بينقي الدم. Blood. From the nitrogenous wastes, excess اللي هي الفضلات النيتروجينية اللي احنا قلنا عليها اللي هي produced from the breaking of proteins اللي هي نتجت من تكسير البروتينات. Nitrogenous wastes فاكرينها كانت ايه النيتروجينوس wastes؟ حد يجاوب كده؟ اللي هناك يجاوب كده؟ ها؟ مين؟ ايوه اللي هي consists of ها؟ uric acid yeah and urea yeah. بالمناسبة دي اللي بتدي للبول يا أولاد الريحة الصعبة بتاعة البول. علشان كده ان احنا يجب دايما ان احنا بنتخلص طبعا الريحة صعبة وفي نفس الوقت هي ايه ده هي poisonous materials مواد سامة كده كده احنا كده الجسمنا بيتخلص منها باستمرار. excess salts and excess water. The urinary system هنشوفه قدامنا كده شكل مجمع زي ما انتم شايفين كده. الشكل اللي قدامي ده شكل صورة للجهاز بالكامل. هو ده صورة للجهاز بالكامل ولا ده صورة الجزء؟ فاضل جزء هنا كده احنا هنعرفه حالا دلوقتي. بس الصورة دي هممني جدا يا اولاد. هممني الفين اللي داخل او الفين اللي خارج عشان يبقى كلامنا صح. الفين اللي خارج والارتري اللي داخل. لان الارتري gives the blood that rich with wastes اللي مليان فضلات غني بالفضلات to the two kidneys للكليتين. two kidneys بيروحوا جايين في الوقت ده عاملين ايه بقى؟ لان المين فانكشن بتاعتهم ايه؟ filtering the blood from urea, uric acid, excess salts and other waste materials and get rid of them وبتعمل عملية طرد ليهم of them dissolved in water in the form of urine. دول الكليتين. مين اللي بيخرج البيور بلود؟ الفين. يبقى لما يجي لك سؤال يقول لك
the organ that carry the blood that rich with waste او rich with او impure blood اللي هو الدم غير النقي ده يبقى الارتري اللي هو ايه اللي هو الاورطة الفين بعد ما الدم بيروح يتنقى يروح الفين اللي واخده في الوقت ده اللي هو الفينا كافا يروح جاي واخده ومرجعه تاني للهارت تمام ده شكل مبسط كده طب يا مستر الصورة دي مش كاملة زي ما انت قلت انا فعلا قلت لكم الصورة دي مش كاملة تمام بس انا لو انا بصيت يا ولاد هلاقي ان ده اخطر اللي هو التو كيدنز دول اخطر حاجة موجودين عندي في اللي هي الكليتين دول اخطر حاجات موجودة عندي في اليورينري سيستم تمام وبناء عليه انا في الوقت ده انا بلاقيني ايه بقى بلاقي ان الموضوع ان الكليتين دول لازم احافظ عليهم جدا لان لو حصل فيهم اي دامج وده برضو جاي لك في what happened if the two kidneys are damaged انا في الوقت ده the man او the human will die في الوقت ده الانسان هيموت ليه لان هم اللي لهم الدور الرئيسي في الفلترينج اللي هي عملية الفلترة او blood the urinary system consists of The urinary system consists of نرجع تاني كده بيقول لي consists of the two kidneys اللي هي ديت وديت the two ureters اللي هي الأنبوبتين اللي انتوا شايفينهم دول the urinary bladder المثانة البولية بالمناسبة two ureters دول اسمهم الحالبان وبعدين ديت اسمها المثانة البولية اللي هي الكيس العضلي ده اللي هو الماسكلر ساك كيس عضلي ماشي ده اللي بيعمل الستور لليورين وبعد كده اليوريثرا اللي هو مجرى البول تعالوا نشوف كده وظيفة كل حد كده بالراحة جدا وببساطة جدا ادي التو كيدنيز ودي طبعا واحدة قدامنا اهي عاملة شبه ايه كده يا اولاد عاملة شبه ايه كده من الأطعمة اللي احنا بناكلها حباية زي حباية الايه قال لي زي حباية الفول عشان كده لما انا باجي اتكلم عنها بقول the two kidneys they are bean shaped خدوا بالكم من السلاش دي they are bean shaped located on the either sides of the backbone بتقع على جانبي العمود الفقري ولكن لهم شكل حباية الفول اللي انتوا عارفينها طيب بالمناسبة احنا اتفقنا قبل كده ان اليورينري سيستم كله بالكامل اللي هو لوكيتس ان ذا ابدومينال كافيتي الفانكشن بتاعة التو كيدنز فلترنج ذا بلاد فروم يوريا يوريك اسيد اكسس سولز اذر ويست ماتيريالز طيب بعد كده ذا تو يوريترز او انت عملت ايه يا مستر انت جايب لي حاجتين كده بس في البورد ايه اللي ما هم دول بالظبط انبوبتين صغيرين جدا نشوف كده they are two narrow tubes انبوبتين ضيقين جدا رفيعين عارفين الشلمو يا اولاد اللي هو الرفيع بس الرفيع بقى بتاع العصير هو ده بالظبط carry urine ده ما دورهم الا عاملين زي الكوبري بالظبط as a bridge connect between the two kidneys and the urinary bladder يعني هم مجرد دورهم ان هم بيحملوا الفضلات او اللي هو اليورين من التو كيدنز وراح جاي رايح على اليورينري بلادر اللي بعد كده يورينري بلادر تعال نتكلم عنها كده ونقول عنها كلمتين كده قال لي انا مش عارف اتكلم عنها اكتر من ان انا هقول لك ان هي بالون لايك ساك بالون لايك ساك يعني انا ما لقاش لها توصيف غير ان هو يوصفها ان هي بالونه Like sack شبه الكيس that receives urine أو it stores urine until it is released from the body through urethra. يبقى بالون like sack that receives urine from the ureters وعلى فكرة تخزين البول فيها هل هو permanent
ولا temporarily؟ permanent يعني دائم. هل بنخزن البول فيها للأبد يعني؟ طبعا لا. أمال إيه؟ قال لي التخزين البول فيها بيكون temporarily. طيب بعد كده في عندنا اليوريثرا اللي هو من خلال أو اللي هو اللي بعد كده أهو اللي هو المكان ده اللي هو من خلاله بيخرج عندي اليورين outside the body. طيب طبعا what will happen if you store the urine for a long time? Huh? This will harm the urinary system. Okay? This will affect the function of the kidney. ده هيأثر على وظيفة الكليتي. Okay? طيب هنا برضو احنا بنتكلم كده بيقول لي the body get rid of excess salts and some other excretory products by secreting sweat. يعني انا مش ده بس مجرد ان ده اللي قدامي ده هو ده جهاز الاخراج، لا نرجع اهو ابص الاقيني انا المره اللي فاتت يا مستر فعلا انت قايل لي ان انا عندي في كذا حاجه، عندي التو لانجز از اكسكريتوري اورجان، عندي التو كيدنز اللي هي في اليورينري از اكسكريتوري اورجان، عندي السكين از اكسكريتوري اورجان، كل ديت على فكره اماكن للاخراج. بعد كده بنتكلم how to maintain the urinary system healthy، ازاي ان احنا بنحافظ بقى على صحة الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا دوت او ناخده بالشكل الكامل بتاعه ده، ازاي نحافظ عليه كده شباب؟ قال لي drink appropriate quantities of clean water daily، اشرب كمية مناسبة من الماء يوميا especially in summer. طب جي ار ليه؟ why؟ ها؟ because in summer the body secrete sweat more than in winter. طيب هو انا في الشتاء لما اجي ما ينفعش ان انا اشرب ميه؟ لا طبعا، ده بالعكس لازم نشرب ميه كتير كمان في الشتاء او بالمعدل الطبيعي على الاقل، ولكن لما تلاقي الجو ساقع كده وانت مالكش نفس ان انت تشرب ميه لازم تشرب ميه، لان زي ما قلنا قبل كده الميه دي هي اللي بتحفظ التوازن بتاع الجسم بتاعنا. طيب يا ترى اليورينيشن تايمز عدد مرات التبول increase in summer ولا in winter؟ ها in ايه؟ in winter. good excellent. why؟ ها due to the low temperature in winter، لان انا في عندي في الشتاء درجة الحرارة ايه؟ منخفضة. so the skin اللي هو الجلد will not secrete، مش هيفرز sweet as normal، مش هيفرز عرق كالعادة as normal in summer. so excess salt and water go to the urinary bladder through the kidney and go out through urethra in a form of urine، بتطلع من خلال مجرى البول في صورة. eat healthy and balanced food low in salts low in spicy، يعني نبعد عن ان احنا ناكل اكل يكون قليل في الملح بتاعه وقليل في المواد اللي هي الحراقه، لان طبعا why because this harm the urinary system. avoid diseases. زي ايه diseases؟ ما احنا برضو لازم نكون عارفينها. قال لي في عندي ديسيز، مرض خطير جدا يا ولاد، اسمه البلادي يوراين اللي هو البول المدمم، ان ده طبعا بيبقى ناتج بسبب البلهارزيا او بسبب ان في حد عمل سويمنج ان كانال اللي هو كان بيعوم في الترعه زمان، تمام؟ فطب ازاي برضو؟ قال لي باي كيبنج اواي اند نوت يورينيتنج ان irrigation canals، ممنوع ان حد يتبول في القنوات دي اللي هي القنوات اللي هي الترع دي. وهنا اخر حاجه عايزين نتكلم فيها don't keep urine for long periods، ما تسيبش البول لفترات طويله في المثانه يا حبايبي، ممنوع 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 ممنوع. اوكي don't keep urine for long periods this will affect the function of the two kidneys، لا هيأثر عندي على وظيفة المثانة and will harm the body.
ان الوقت ده فعلا هيأذي عندي الجسم. ان شاء الله احنا كده خلصنا اليونت 2. فاضل عندنا الدرس بتاعنا اللي هو the soil, اللي هو soil components و types and properties of soil, ودول ان شاء الله هنتكلم عنهم في الفيديوهات القادمة. بعد كده هيبقى في عندنا, انا يهمني الاسئلة اللي موجودة اولاد في الكتاب. حدش يقول لي الامتحانات, مفيش امتحانات. انا عارف ان مفيش امتحانات, واحنا هنكتفي بالمشروع بتاع البحث اللي هنتكلم عليه برضو باستفاضة بعد كده ان شاء الله, ولكن انا يهمني اكتر ان انتوا تكونوا بتطبقوا على المعلومة اللي انتوا اخدتوها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.